الوغ بن جلون عائشة، طبيبة أسنان، كنرسم منين كنت صغيرة. دونك جاتني لوكازيون باش نهضر على نوري لي طابلو ديالي في هاد ليكسبوزيسيون، وهاد لي شوفو عندي بهم علاقه كبيره باسكو كتعجبني لا تراديسيون ديال المغرب. بالنسبه ليا لي شوفو هما احسن حاجه بوغ مونطري لا تراديسيون ديالنا المغربيه، اي سكي راجوت دو شارم اللوحات ديالي سي كو طبيب الاسنان عنده الدقه ولا بريسيزيون في اليد ديالو. دونك ساغاجوت كتزيد واحد اللمسه في الطابلو، اي سي سكي في لو شارم ديال اللوحات ديالي. وان شاء الله جيسبر نقدر نبقى في هذا لو ستايل وندير بلوس ان شاء الله. فوالا الوغ الفن نورمالمون الناس غيقولوا بلي سا بران دو طون، الوغ كو انا سي هكا باش كندير لي شاباتوار ديالي من الخدمه، سورتو كو جو سوي انترن. دونك كنخدم في السي اش او من 8 حتى ل 5 ونص د العشيه. دونك الويكاند كنخصو للرسم وكنخصو للوحات ديالي، وبالعكس هو اللي كيدير لي الراحه النفسيه ديالي، هو اللي كيخليني انني تبقى عندي داك لا موتيفاسيون ويبقى عندي الشغف على انني نخدم ونطور من راسي اكثر واكثر. دكتور سارة حاجيب، أخصائية في أمراض القلب والشرايين، كنشارك اليوم في هذا المعرض اللي منظم في اليونيفرسيتي ديال محمد السادس ديال لاسيونس دو لا سونتي من طرف دار زهور. دونك لار او سيرفيس دو لا سونتي، دونك اللي فيها بزاف ديال لي كونفيرونس اللي غادي يكونوا بصدد هذا لو سوجي ديال الفن في للصحة. دونك اليوم كنشاركوا بمجموعه من اللوحات اللي هي تعبيريه، اما كتكون فيغوراتيف ولا كتكون ابستريت. دونك اليوم عندي مشاركه بهاد لي طابلو فيغوراتيف. دونك اللوحات ديالي كيكونوا بوكو بلوس كيعبروا على الطبيعه، باش كنحاولوا نابيزيو الناس اللي كيشوفوهم، مي كيشوفوهم كيشوفو لي كولور اللي حنا كنستخدمو، كنرتاحو للمتلقي. طبيعة الحال حتى حنا كنرتاحو مي كنعبرو في هاد اللوحات. دونك هذا هو الهدف ديال لاغ تيرابي، هو انك كتحاول تعبر وكتحاول تريح الناس الاخرين. دونك فوالا هاد التظاهرة اليوم جات باش تشجع هاد النوع ديال لاغ تيرابي، باش نحاولوا نشجعوا الناس انهم يتوجهوا للفن باش نقدروا يكون سمو ديال المشاعر ديالنا. نجا وصلاح، دونك طبيبة أسنان، كنتواجدوا اليوم في كلية الصحة وعلوم الصحة وطب الأسنان في محمد السادس في الدار البيضاء. دونك هاد اليوم كاين واحد الندوة على الصحة، على الفن في خدمة الصحة. دونك كاين الفن في خدمة الصحة على جوج ديال الجوايه، بالنسبة للمريض عن طريق الأخ تيرابي، وبالنسبة للطبيب في نفس الوقت. دونك بالنسبة ليه أنه كنعرفوا أن العمل الطب شي شوية عمل اللي هو جد صعب، لأن كيجيو عندك المرضى خصك تهضر معهم في هذا، تأثرهم نفسيا وكذلك تأثرهم عن طريق هذا العلاج ديالهم. دونك داك التأثير كو سوا العلاج ولا نفسيا ولا العلاج ديال هاد المرضى، كيحتاج ان الطبيب كيكون مشبع بواحد الهدوء، وداك الهدوء كيفاش غادي يعبر عليه ويبقى فيه دائما في الخدمه ديالو، باش يكون مؤهل لخدمه هذا المريض دائما. دونك كيخصو واحد الهوايه، والهوايه ما كاين ما احسن من الفن كهوايه، كما قلنا المسرح ولا الموسيقى. مي الفن التشكيلي الطبيب تيحتاج واحد الوقت كيفرغوا لنفسه، تيكونسونطرا مع اللوحه ديالو، ديك اللوحه ديالو كيفرغ فيها سواء عن طريق اون كونسونطراسيون وتركيز باش يصوب هاد اللوحه، كينسى داك العمل والتعب اليومي ديالو. دونك كيفرغ الطاقه ديالو وداك العذاب اللي تدوزو في النهار، ولو كي عاوتاني كيغوشارجي واحد لينيرجي بوزيتيف اللي غادي يمشي معاها مع المريض، باش دائما داك المريض ملي تيجي عنده تلقاه
هذا كمهيئ لخدمته ولعلاجه زعما لاكومبانيمون ديالو نفسيا. سينو كل الا واحد كتبقى تاخذ واحد لينيرجي نيجاتيف دائما دائما كتصدق زعما عندك ما تقدرش تعطي داكشي اللي بغيتي لهاد المريض وتعطيه ما يجب اعطاؤه من وقت ومن حب ومن مهنيه. دونك هاد الفن تيشبعنا بواحد اكزاكتومون رساله وكننصح كلشي انه يمشي في هاد الاتجاه. وكنشكر دار زهور اللي تحت لنا اننا نشاركوا معاهم اليوم في هاد سميتو لا جورني هاد اليوم اللي هو فيه لا كونفرنس ديال لاغ او سيرفيس دو لا سونتي. واننا نعبروا عن طريقه اللوحات والالوان ان الدنيا كلها زاهيه ومليئه بالالوان وما دام هناك فن فهناك امل وما دامت الالوان زاهيه والمدارس مختلفه فهناك حياه ودائما بالامل وبالحياه وبالالوان. نشكركم. alors كنقدم نفسي معكم دكتور اوسي بلافدوا je suis cardiologue et médecin artiste. دونك كنشارك في هاد ليكسبوزيسيون اللي كنتواجدوا في لا فاكولتي دو ميديسين يو ام 6 لاغ ثيرابي. دونك لي ميديسان ايز اكسبوز بور لاغ اي بور لا ثيرابي. وحنايا سي فو فولي لا ميديسين سي اون سورت دار انا ا مون افي و سي اون كونتينيتي باسكو لاغ دو غيرير اي اوسي لاغ دو ديسيني. والمشاركة ديالي دونك مو جو في بوكو دو لابستري اي جو في دو فيغوراتيف ولكن هاد المره قررت باش نعرض هاد اللوحه هادي اللي كنسجد فيها المراه. وكم حنا قربنا لو 8 مارس دونك سي بور روندر اوماج. دونك انا كنناشد جميع لي بيرسونيل ميديكو ميديسان كاع اللي في هاد لو دومين دو تروفي اون باسيون. Ou l'art, c'est ça englobe une passion li katqdar tkharj fiha dik la douleur ou dik daksi li kanhsu bih fi le travail quotidien surtout marna bdourouf jid qasiya مع le covid. D'ailleurs beaucoup de médecins fi hadik le ftra fash bdaw tkharjou les tableaux dialhom. Par exemple, Anaya, la plupart de mes tableaux qu'on fait avec le fatra. Donc, huwa ta'bir an dakchi li kaykoun bldakhil dialna w ila kharjouh, c'est une bonne chose pour la pratique de la médecine. الزربيه المغربيه كانت كتنش في كل بيت مغربي فكنا كنلقاو هذا الكيس ما منسش مع الادوات الصغار ديالو. كانت جلسه اللي هي جلسه ديال استراحه جلسه متعه وجلسه فرح بالنسبه لا للنساء اللي في البيت ولا حتى الاطفال اللي في البيت. فهذه الجلسه كانت حتى انا يعني كطفله شاركت في تمرير هذه الخيوط في هذه الزربيه وبقات في الذاكره ديالي وكطبيبة وكفنانة. أول حاجة فكرت فيها أنني نجسد هذه الجلسة اللي هي بلدية وتراثية في المستغرات ديالي. شكرا.